صباح الخير منير عجم. موضوع اليوم هو دائما يطرح أحيانا تساؤل عن إدارة المشاريع واختلاف إدارة المشاريع، ممكن من نوع مشروع لنوع مشروع آخر، ولا ممكن نسمع أحيانا هل مشاريع إدارة المشاريع هي بس القطاع الهندسي، وسجلنا فيديو سابق عن هالموضوع. أما شو الفرق بين المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة وأسئلة من هالنوع، يعني حتى مثل سؤال شو الفرق ممكن بين الكونستراكشن مانجمنت والبروجكت مانجمنت، يعني إدارة الإنشاءات أما إدارة المشاريع الإنشائية ولا إدارة المشروع بشكل عام. أول شيء بدي أحب ركز فيه بشرح الموضوع، علم إدارة المشاريع كعلم ككونسبت كفكرة بشكل عام متشابه، يعني بغض النظر شو نوع المشروع اللي عم نديره، إذا أما المرحلة من مراحل المشروع، يعني إذا كنا عم ندير مرحلة التصميم تنقول بالمشاريع الكابيتال بروجكت الإنشائية والاستثمارية عفوا، إذا عم ندير مرحلة الإنجينيرينج، هل تختلف عن إدارة مرحلة الكونستراكشن مثلا أما عن مرحلة الـ Defining Requirements أما مرحلة الـ Feasibility Study؟ يعني هون خلينا ننظر، يمكن أول شيء خلينا يمكن نميز بين، يعني بهالفيديو نجرب نشرح من وجهتين نظر الفرق بين أنواع المشاريع وفرق يمكن من داخل المشروع. مثل ما قلنا، إذا بنركز نحن اليوم إدارة المشاريع هي، إذا بنحكي نحن Product Development ولا شغلة من هالنوع، بدنا نميز بين إدارة المشاريع وتنفيذ مشاريع وتسليم مشاريع والمشروع بشكل عام. يعني مثلا مشروع بالقطاع الصحة، بقطاع الأدوية، بقطاع المجوهرات، بقطاع الإنشاءات، أما بالمشاريع النفطية ولا مشاريع العمار والمباني، هل تختلف بشكل عام الإدارة؟ إدارة المشاريع هي إدارة مثل إدارة عامة بأي شكل تاني، يعني إذا كان مدير بديبارتمنت للآي تي ولا للإتش آر ولا للفاينانس، وظائف المدير متشابهة، هلا يختلف نوع العمل بتكون فيها الدائرة. نفس الشيء بإدارة المشاريع، إذا اليوم نحن عم نشتغل على مشاريع، يعني مثلا كل مشروع لازم يمر بالمراحل، لازم يكون له حياة، دورة حياة من بدايته لنهايته. كل مشروع لازم يكون له نطاق المشروع السكوب، كل مشروع له كلفة. عم نحكي نحن المشاريع تعتبر بالطبع تعتبر مشاريع رسمية، مش نعمل فنجان قهوة. كل مشروع له ميزانية واعتمادات مالية، كل مشروع له وقت زمني محدد، له معايير للجودة، له منحة ممكن بالسلامة والأمان حسب نوع المشروع، له ممكن يكون له علاقة بالصحة وبالبيئة، أكيد حيكون في تهديدات وفي فرص، في له تمويل. يعني كل مشروع بغض النظر شو نوعه، أوكي، هو يتبع، يجب أن يتبع دورة حياة محددة من البداية لنهاية وبتمرق بمراحل. هلا المراحل قد تختلف اذا مشروع صغير ولا مشروع كبير، بوابات المراحل قد تختلف، انه ممكن يكون عندنا مشروع يكون في عدد البوابات 4-5، يكون مشروع ثاني في 6-7، هذا حسب اكثر مرتبط بنوع الاداره بسياسات الاداره باداره المشاريع اداره المؤسسه. يعني هون مش هيك بنختصر، نحن بنقول انه اداره مشاريع اليوم كعلم اداره مشاريع بغض النظر شو نوع المشروع، شو حجمه، شو قياسه، شو إيه؟ كله نفس الشيء. هلا شو الفرق؟ الفرق بالطبع عم نحكي من ناحيه الاداره، الفرق اكيد بالحجم المشروع. يعني مثلا انا بتعطي مثال معلش شخصي، وقت كنت اشتغل بالقطاع النفطي كنا عم نشتغل فتره داخل مصنع بتروكيماويات، مشاريعنا صغيره، يعني هون ساعتها انا كمدير مشروع على كل مشروع عم ديره بارت تايم. هلا هون لانه بارت تايم المشروع صغير مش بحاجه لاكثر من بارت تايم،
ساعتها ممكن يكون انا عم بدير 4 5 6 10 مشاريع بنفس الوقت، شيء ممكن يكون او منهم بلش شيء عم بيخلص، شيء بالهندسه شيء بالكونستراكشن. وبالطبع انا هون كمدير مشروع مسؤوليتي كمان الى حد ما البروجكت كنترول، يعني بروجكت مانجينج ذا بروجكت وكنترولينج ذا بروجكت، حتى ممكن انه يكون انا كمان مسؤول عن سكادجول. هلا بشركه اكسل محل ما كان عندنا استيميتنج يونت لحالهم سيبريت، بس تشينج مانجمنت مسؤوليتي، يعني مدير المشروع عم بيشتغل كل شيء له علاقه باداره المشروع من كوست لسكادجول للسيفتي لهالامور كلها. بالطبع ممكن يكون عنده مساعدين كمان بارت تايم من ضمن فريق العمل. سو شخص واحد مع يمكن عده اشخاص بارت تايم بارت تايم، يعني كلهم على بعضهم يمكن ما بيساووا الايكوفالنس اوف وان مان جوب، عم بيشتغلوا تديرها مشاريع صغيره بينما المشاريع العملاقه. يعني احد المشاريع اللي اشتغلت عليها انا مثلا مشروع كمان باكسون بسنغافور تندرن اور نفس الشركه، كان فريق اداره مشروع من جهه اكسون لحالها كنا تقريبا 20 25 شخص. هذا غير كان من جهه الجنرال كونتراكتور. سو الفرق هون اكيد انه مشروع صغير البروجكت بلان ممكن تنعمل بساعتين اما ثلاثه اما يوم اما يومين، بينما مشروع كبير البروجكت مانجمنت بلان ممكن تتطلب عشرات الاشخاص اما 5 أشخاص يشتغلوا على مدى طويل لفترة طويلة زمنية. يعني هذا مشروع الميجا بروجكت اللي اشتغلت عليه بسنغافور، الفاينل استمت اللي عملناها على المشروع كنا 9 مهندسين عم نشتغل لمدة 6 شهور، هذا بس نعمل استمت. اوكي سو الفرق هون بانواع المشاريع هو بالناحية علم إدارة المشاريع، هو بطبع الحجم المشروع تعقيد المشروع ممكن يتطلب عدد أشخاص أكثر ولا أقل، عدد ديليفربل أكثر ولا أقل، بوابات أكثر ولا أقل. بس ككونسبت كمبدأ ما في تغيير. طب شو الفرق بين مشروع بالقطاع النفطي ومشروع تنقول بالقطاع الصحي؟ الفرق هو التفاصيل التقنية اللي هي technical product related application area related، يعني الشغل. بالطبع يعني إذا مشروع خلينا ناخذ web development، أنا بحاجة للweb development، بحاجة لweb developers، بحاجة لcopy writer، بحاجة لgraphic designer. هل المهن هذه اللي هي أنا بحاجة لها؟ اذا بشتغل على بتروليوم بروجكت اكيد بدي انجينير كونستراكشن انجينير وسيفل انجينير والكتريكال انجينير وكيميكال انجينير. سو التكنيكلز تفاصيل التقنيه والمهنيه للمشروع هي اللي تختلف، بس كاداره هي نفسها. ومش هيك احنا بنقول انه مدير المشروع الكفو او مدير المشروع بغض النظر شو نوع المشاريع اللي عم يديرها، طال انه هو مش المسؤول المهني والتقني على المشروع، هو المسؤول الاداري. هون قدرنا بالجزء الاول من الفيديو، يعني رحت لك من دقايق تقريبا، هو عم نميز نحن بين انواع المشاريع من صناعه لصناعه ولا من سيكتور لسيكتور. هلا داخل المشروع شو الفرق؟ يعني اذا كونستراكشن بروجكت، هلا من وجهه نظر المقاول اذا عم يشتغل كونستراكشن بروجكت مثلا اما عم يشتغل الاكزيكيوشن، هو كمقاول اوكي بالنسبه له الكونستراكشن اوكي هي مشروعه. هلا بالطبع قبل ما يوصل لمرحله يبلش بالعمار، بالطبع بده يكون كان في عنده قبل فيزز اللي هي البزنس ديفلوبمنت فيز البروبوزل فيز والنيغوشيشن تيوصل لمرحله انه يبلش الكونستراكشن. بس كونستراكشن بارت هو مشروعه، بينما من جهه المالك البروجكت اونر الكونستراكشن فيز هو فيز يعني يتم ادارته حسب ما بندير الفيز تبع الانجينيرينج، مثل ما بندير البريمينير انجينيرينج، مثل ما بندير الفيزيبيليتي ستادي، ومثل ما بندير الكلوز ستيج. كل ستيج بالمشروع له ادارته. هلا بالطبع بالكونستراكشن السيفتي ممكن يكون الاهميه اكثر من انجينيرينج، يعني بس حتى بالانجينيرينج لما نفكر بالسيفتي على الاقل ندخل السيفتي كونسيدريشن والهيلث وسيفتي انفيرمنتال كونسيدريشن ضمن الديزاين. حتى اذا المشروع مكتبي اما سوفت وير ممكن يكون، يعني اكيد بمشروع سوفت وير السيفتي مش حنعرف الهم نحن هاو تو مانج انه هاو تو يعني وير ستير تو بوتس مثل بيقولوا هارد هات، مثل ما بيشتغل على كونستراكشن ولازم ينعمل سيفتي اورينتيشن طويله عريضه للشخص يقدر يشتغل على مشروع، اكيد يختلف بهذا. بس هذا بيرجع هون مش للاداره، يختلف لانه التقني، يعني اداره المرحله الهندسيه من المشروع هي نفسها كإدارة مشاريع، نفسها نفس الطريقة نفس المنهجية. في كواليتي عندنا، في كنترول، في بلانينج، في سكيدجلينج، في ريسك مانجمنت،
كله هي موجود، اللي كان بالانجينيرنج فيز ولا بالفيزيبيليتي فيز ولا بالكونستراكشن فيز. مثل ما قلنا الفرق بس من ناحيه انه بعض المواضيع طبعا بتاخذ اهميه اكثر بمرحله من مرحله ثانيه، بس كاداره نفسها. بتمنى قدرنا وضحنا وصلنا فكره. شكرا، الى اللقاء.